في اليوم الثاني من عمليات العد والفرز اليدوي لمحطات الاقتراع، تستعد المفوضية لإنجاز ما تبقى من المحطات التي لم تفرز ولم تعلن نتائجها حتى الآن. أكثر من 60 محطة اقتراع فتحت للعد والفرز اليدوي، وجاءت نتائجها متطابقة مع العد الإلكتروني من دون اختلاف. انتهينا لغاية الآن من عد 60 محطة، وكذلك إرسال أكثر من 650 محطة للمحطات التي لم ترسل أو هناك خلل في اليو اس بي أو الإرسال عبر القمر الصناعي. نتائج هذه المحطات متطابقة بنسبة 100%، لا يوجد أي فرق ما بين العد والفرز الإلكتروني والعد والفرز اليدوي. وفي الجانب الآخر من موقع العد والفرز هذا، تواصل كوادر المفوضية إعادة إرسال نتائج أكثر من 3000 محطة لم ترسل نتائجها في يوم الاقتراع لأسباب فنية وتقنية. أنجزت المفوضية قرابة 1000 محطة منها حتى الآن. بالنسبة للمحطات الأخرى والتي لم ترسل عبر الوسط الناقل، هناك قاعة أخرى وتقريبا أتموا أكثر من 440 محطة وست محافظات، وأيضا هميا إن شاء الله خلال يوم أو يومين ستكتمل. في الحقيقة كان عملهم وما زالوا يعملون بصورة ممتازة جدا، وهذا ما لاحظناه. هناك بعض الأجهزة تم تدوينها باللون الأصفر، أي تحتاج إلى عد فرز يدوي. وجدت عملا دقيقا فيما يتعلق بإجراء المطابقة اليدوية تمهيدا لإعلان النتائج النهائية. وترجح المفوضية أن تنتهي من عمليات العد والفرز اليدوي في غضون اليومين المقبلين، وتنتظر حسم الطعون بشأن النتائج من قبل الهيئة القضائية قبل إعلان النتائج النهائية. ومع استمرار عمليات العد والفرز اليدوي لمحطات الاقتراع المتبقية، ترجح المفوضية الانتهاء من حسم نتائج هذه المحطات خلال 3 أيام بعد تطابق نتائج العد والفرز اليدوي مع العد والفرز الإلكتروني. سجاد الموسوي، العراقية الإخبارية، بغداد.